شوطنا اللي انتهى شوطنا العاشر والحادي عشر ينطلق لتنطلق فعاليات ناموسي هذا الختام هذا الشوط لتكون اخر ايام سن الاذاعه مشاهدينا الكرام في هذا الموسم حيث تسير الانطلاقات وتسير التحديات مشاهدينا الكرام نسير الى البدايه بينما نسير أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط والمركز الأول ضرغام يتقدم لخليفة بن سليم بن محمد الساعدي يتقدم إلى وجود ضرغام على مهمة هذا الشوط لينجز المهمة وينتزع المركز الأول بينما المركز الثاني شعار الصمود يتقدم من خلال وجود مهدي صالح بن محمد والعضيلي العامري ينتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات اما المركز الثالث صغان لمحمد بن عبد الله بن براك الهاجري يحتل المركز الثالث ويقدم لنا كذلك هذا اللقاء المركز الرابع وصلنا مشاهدينا الاعزاء الى انتاجي يحتل المركز الرابع تعود ملكيته حمد بن سعيد بن خضاره المحرمي يحتل هذا الموقع والمركز الرابع بينما المركز الخامس من الجانب الآخر شاهين غانم بن سعيد بن خيلة العامري والمركز السادس وصلنا إلى مرسال مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتواجد على المركز السادس مشاهدين الكرام بينما المركز السابع هناك شعار بالهلي يتواجد على المركز السابع في هذه الانطلاقة والمركز السابع يتقدم من خلال الخمري عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي في المركز السادس أو المركز السابع بينما المركز الثامن من يحمل الرقم 12 ياتي شاهين احمد بن حميد بن عمهي المنصوري في المركز الثامن في هذه اللحظه بينما المركز التاسع نشوف كفو محمد بن حمد بن مبخوت المنهالي والمركز العاشر ملبي العود بن حمد بن العود العامري حيث يقدم ملبي على المركز العاشر هذه النتيجه للمراكز العشره الاولى المتقدمه والمنطلقه مشاهدينا الكرام سارت هذه الأسماء في محيط العمل نحو هذا الشوط ولكن نعود إلى بداية الشوط بعد نهاية النداء الأول نسير ونتحول إلى مقدمة الشوط والبداية لا يزال ضرغام على ناموس هذا الشوط يتقدم ويأتي خليفة بن سليم بن محمد الساعدي على المركز الأول يجوب الشوط ويجوب ناموس هذا اللقاء بينما المركز الثاني هناك تقدم الخمري في هذا اللقاء الخمري واصل والملكية لعتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي يحتل المركز الثاني والمهلي ما يولي أما المركز الثالث فيصل من خلال مشاهدين الكرام هنا في هذه اللحظات مرسال وياتي مسري بن حمد بن مسري بالعرطي الحميري يحتل المركز الثالث في هذه اللحظة أما المركز الرابع فنقلتنا التالية على المركز الرابع اللي انتقل من خلال هناك مهدي وياتي صالح بن محمد بن العضيلي العامري ليسير إلى المركز الرابع من الجانب الآخر أما المركز الخامس نقلتنا إلى إنتاجي وحمد بن سعيد بن خضارة المحرمي يتقدم إلى المركز الخامس بينما بن نابت يسير ليتقدم إلى سادس المراكز مع شاهين غانم بن سعيد بن خيلة اللي وصل وخذ المركز الخامس الآن أما المركز السادس فحصل تغيير والتقدم من خلال تواجد كفو وانت كفو يا كفو يتواجد محمد بن حمد بن مبخوت المنهالي خذ المركز الآن السادس المركز السابع وصل شعار هادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني ليقدم لنا وبران في هذا اللقاء أما المركز الثامن من شعار بالصوب اللي يتواجد ومطر بن مهير بالصوب الاجتبي ياتي مع موجود مياه في المركز الثامن المركز التاسع عندك راشد بن غانم بن مزر بن
بالقوبع المنصوري وصل مع وجود زعبيل إلى المركز التاسع في هذه الأثناء. والمركز العاشر يتقدم شعار اليابري محمد بن راشد اليابري ليقدم لنا ضاري. هذه النتيجة، هذا اللقاء، هذه اللحظة، من خلال هذه اللحظات 10 أسماء ذعناها ونداءنا الثاني خلصناه، والأثنين كيلو متر المتبقية، ونشوف من سيكون وصيف الناموس، من سيكون المركز الأول، من يحتل الصدارة، ومن الوصيف ومن غيره في التنافس والتحدي. ولكن عودة إلى الخمري، لا زال على صدارة الشوط بعد التغيير، إلا أن وبران بدأ يتسلل، وبران بدأ يتسلل، تعود ملكية وبران هنا لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، تقدم في هذه اللحظات إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الخمري، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لعتيج بن عبيد بن الهلي يحتل المركز الثاني، مرسال في المركز الثالث، مسري بن حمد بن مسري بالعرطي الحميري في المركز الثالث في هذه اللحظة. المركز الرابع، ننتقل إلى رابع المراكز، والمركز الرابع وصولا مشاهدينا الكرام من قبل ضرغام خليفة بن سليم بن محمد الساعدي، وصل خذ المركز الرابع. المركز الخامس، يا سلوم يا بصوب، واصل هنا مطر بن مهير بصوب الاجتبي، واصل مع وجود مياس مياس مياس. هذه الشعارات اللي عرفناها، وهذه الشعارات اللي خويناها، ونشوف وين الاتجاه للناموس في هذه الانطلاقة. الله، هي المركز الأول، عودة إلى البداية، والأول تحول، ولكن أربعة على الشوط، أربعة على المقدمة يتنافسون، ومرسال غير، لكن بصوب قادم. الله، اللي تقدم، اللي تقدم راح، واللي راح تقدم. الله يا بصوب ومياسة، مطر بن مهير بصوب الاجتبي الآن يحاول بينه وبين مرسال، وكذلك الخمري، الخمري ومرسال، الخمري ومرسال، بينما اللي تقدم مياس، مياس ولابس عقال السبق منكوس، ما دام عندي ولد مياس، ينطلق مياس لمطر بن مهير بصوب الاجتبي بدون أي تعليمات. أهالي الرفادة، أهالي الرفادة يا بصوب يطالبونك بالتحية والسلام، وهذه العادة، هذه العادة، كما راح هذا الشعار يتقدم وراح مع مياس إلى المركز الأول، واستراح بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات، ما شاء الله. مطر بن مهير بصوب الاجتبي لا زال على قائمة الشوط، لا زال على قائمة التحدي. الخمري يحاول بالمركز الثاني، عتيج بن سعيد بن الهلي في المركز الثاني، إلا أن مياس خلاص راح، مياس غادر أيها الحفل الكريم، مياس غادر الجميع في المركز الأول مسيطرا متقدما بدون أي تعليمات تماما. الآلي محنط على ظهر مياس، مياس مياس مياس. مطر بن مهير بالصوب الاجتبي، واسعد الله صباحكم يا آل الرفادة، واسعد الله صباحك على الفوز والانتصار. مياس يصل إلى خط النهاية ليهدي آل الرفادة وبالصوب هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الخمري، عتيج بن عبيد بن سعيد بن الهلي. المركز الثالث، ياتي غانم بن سعيد بن خيلة العامري. المركز الرابع، مسري بن حمد بن مسري بالعرط الحميري. وخامسا، عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي قدم وبران في المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، كانت هذه النتيجة أيها الحفل الكريم الأعزاء لمجريات هذا الشوط، حيث حلت لحظات الناموس الأخيرة في ملتقى هذا الشوط بتسع دقائق 27 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. لياتي مطر بن مهير بن محمد بالصوب الاجتبي لينتزع المركز الأول، مهديا هالي الرفاد هذا الفوز والانتصار في مستوى هذا الشوط. المركز الثاني، تسع دقائق 29 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال، تانينا والناموس، تانينا والناموس لعتيج بن عبيد بن سعيد بن الهلي على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث، تسع دقائق 30 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، تانينا والناموس لغانم بن سعيد بن خيلة العامري، حيث تقدم نحو المركز الثالث خاطفا إياه هذا الموقع في هذه الانطلاقة. تانينا للجميع مشاهدي الكرام في هذه المشاركة الحية المباشرة هنا من أرضية ميدان المرموم في هذه الانطلاقات الصباحية.